مساكم الله بالخير مشاهدين الكرام. اختلفت إجراءات الدول في تعاملها مع وباء كورونا إلى درجة أن اليوم أصبح عندنا نموذجين رئيسيين في العالم. النموذج الصيني اللي مثل جانب إيجابي في التعاطي مع فيروس كورونا بسبب الإجراءات الحازمة اللي اتخذتها السلطات الصينية. وهناك نموذج آخر وهو النموذج الأوروبي اللي شهد في البدايات تساهل وتباطؤ أدى إلى تفاقم انتشار الفيروس اليوم أكثر من الصين بؤرة تفشي المرض. دول مجلس التعاون الخليجي اتخذت قرارات مبكرة واعتمدت النموذج الصيني وبدت بإجراءات احترازية مبكرة بدءا من حجر الحالات القادمة من الخارج مرورا بإغلاق المولات التجارية والمقاهي والمطاعم وغيرها من الإجراءات، فضلا عن إجراءات بعض دول مجلس التعاون اللي تابعناها كلنا بفرض حظر تجول جزئي مثل ما شفنا في الكويت وفي المملكة العربية السعودية. في هذه الأزمة شفنا الخلافات الخليجية تنحت على جنب في مواجهة عدو واحد لا يختلف عليه اثنين. ويمكن تابع البعض منا أخبار الاجتماعات الخليجية اللي قادتها الأمانة العامة لمجلس التعاون واللي قدر فيروس كورونا يوحدنا كلنا في مواجهة هذا الوباء. حلقتنا اليوم خليجية، راح نركز على الإجراءات اللي يتخذها أخواننا في دول مجلس التعاون، لكن خلوني في البداية أرحب في زميلي اللي راح يشاركني في تقديم هذه الحلقة، الأستاذ المشارك في كلية الطب الدكتور محمد جمال. دكتور محمد مساء الخير مجددا. مساء النور، هلا أبو عبد العزيز، حياك الله. حلقتنا اليوم خليجية، بنحاول قدر المستطاع أن نتعرف على تجارب أخواننا في دول مجلس التعاون في مواجهة هذا الوباء، وبنتكلم مع بعض المختصين في مجالاتهم ونربط هالمجالات بفيروس كورونا. نعم الكورونا أثر في جميع مجالات الطب وكل طبيب يجب أن يكون عارف بشأنه. طيب نبدأ أول شيء في مملكة البحرين. من مملكة البحرين معانا عبر السكايب الدكتورة خولة فؤاد. دكتورة خولة مساء الخير. أهلا أخوي، مساء النور، حياك الله دكتورة خولة. دكتورة خولة خلينا في البداية بشكل موجز تعطينا ملخص عن الوضع اليوم في مملكة البحرين فيما يخص مواجهة كورونا. اي نعم أخوي، أول شيء طبعا شكرا أستاذ على 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 الدعم الدعوة. بالنسبة حق يعني أول شيء وسمعنا من الإحصائيات الرسمية اللي طلعت الساعة 1 الظهر اليوم إن عدد الحالات القائمة بالبحرين وصل إلى 226 حالة قائمة، معظمهم الحمد لله حالتهم مستقرة، فقط 2 من هذه الحالات تحت العناية المركزة. الحمد لله 190 شخص تعافى من فيروس الروس الكورونا عندنا في البحرين، وعدد الوفيات 3 بالمملكة. والحمد لله قدرنا أو قدرت وزارة الصحة أن تعمل أكثر من 28,000 فحص حق المقيمين بمملكة البحرين لفيروس الكورونا. الوضع اليوم في مملكة البحرين، الناس أول شيء هل في حظر، صار حظر تجول ولا حتى الآن ما في حظر تجول؟
إلى حد الآن الإجراءات أو التصريحات الرسمية هي كالتالي: أنها تمنع أي تجمعات حق الأفراد اللي تزيد عددهم عن 5 أفراد في الأماكن العامة، وبيصير أيضا إغلاق حق كثير من المحلات التجارية من بكرة المساء. لكن ما صار هناك أي يعني إصدار رسمي عن حظر تجول من خلال لحد الآن، على الرغم أن النواب وافقوا أمس على قرار حظر التجول، بس ما سمعنا يعني لحد الحين. من خلال احتكاكك بالشارع ومتابعتك للناس في مملكة البحرين، تحسين هناك في وعي كامل من الشارع، سواء من المواطنين من المقيمين بالالتزام في المنزل، ولا إلى الآن لا هناك في تساهل من قبل البعض؟ والله يا أخوي تبي الصراحة الوعي زاد بنسبة كبيرة. طبعا الأوضاع هذه أوضاع جديدة، والمعلومات اللي تطلع عن فيروس الكورونا معلومات جديدة وتتجدد كل يوم. بس يعني طبعا في الوقت الحالي أو الوقت الراهن، يعني معظم الشعب اللي أنا يعني كنت متواصلة معه متعاملة معه شعب جدا واعي ويستجيب للإرشادات الرسمية بالبقاء في البيت. طبعا الطفرات المجتمعية موجودة في كل مجتمع، ولكن الحمد لله الغالبية واعية جدا واستجابة للإرشادات هذه. دكتورة خولة، أنت حضرتك طبعا متخصصة في مرض السكري، ولاحظنا بعد بعض الأبحاث تشير أن المصابين بالكورونا يكونون معرضين للخطر أكثر إذا كانوا مصابين بالسكري، فلو تشرحي لنا النقطة هذه وسببها. إن شاء الله دكتور. هو طبعا نحب أحب أوضح كل اللي يسمعون أن مرضى السكري ما عندهم قابلية أكثر للإصابة بفيروس الكورونا من الأشخاص اللي ما عندهم سكري، ولكن إذا أصيبوا بمرض الفيروس أو بفيروس الكورونا فاللي عندهم سكري عرضة للإصابة بمضاعفات أشد أو بحالات أشد من فيروس الكورونا من الأشخاص الغير مصابين. طبعا يرجع هذا السبب إلى أن رقم واحد مرض السكري، خاصة إذا كان ما في عليه كنترول، ما في عليه تضبيط، ممكن انه يقلل من مناعة الشخص او مناعة المصاب، وبالتالي يزيد عرضة اصابته بالنسبة الحادة او بالمضاعفات الحادة من الفيروس. في نفس الوقت السكري طبعا يؤدي الى مضاعفات اخرى مثل امراض القلب، ارتفاع الضغط، أمراض الكلى إلى آخره، وكل هذه الأمور أيضا ممكن أن هي تضعف من مناعة الشخص. فطبعا أنا أنصح جميع مرضى السكري بالذات اللي عندهم سكري نوع أول، الأشخاص اللي السكري ما عندهم متضبط، الأشخاص اللي عندهم مضاعفات من مرض السكري، أن يتواصلون مع أطباء السكري مالهم علشان يعني يتأكدون أن رقم واحد في الدول اللي ما زال يعني ما في هناك تعميم 100% على العمل في البيت، إنه هل يحتاجون يعملون بالبيت أو ممكن يواصلون عمل بالشغل، لازم ضروري يلتزمون بأدويتهم خاصة في هذه الفترة. ويفضل إنه يكون عندهم أيضا حسب تعميم جمعية السكري إنه الخليجية إنه يكون عندهم على الأقل أدويتهم لمدة شهر موجود متوفر عندهم بالبيت. طيب دكتورة، فيما يخص موضوع السكري الآن، يعني تابعنا لك بعض النصائح اللي وجهتيها بضرورة مراعاة الحالة النفسية تحديدا، طبعا بشكل عام أكيد لكل من هو مصاب بفيروس كورونا، لكن توجهتي بشكل محدد مراعاة الوضع النفسي لمرضى السكري فيما لو إذا لا قدر الله أصيبوا بمرض الكورونا. بعد إذا ممكن تشرحي لنا أكثر شنو الخصوصية في الجانب النفسي المرتبطة بمرض السكري وكورونا؟ طبعا أخوي مرض السكري بحد ذاته له تأثير على الحالة النفسية على الفرد، خاصة الأشخاص اللي شخصوا يعني حديثا بمرض السكري صغار بالسن. طبعا ضيف إلى هذه العامل فيروس الكورونا، وهذا الشيء طبعا أكيد راح يؤثر على الحالة النفسية. يعني إحنا بطبيعتنا سكري أو ما عندنا سكري بشر نعتمد على العامل الاجتماعي أو على التواصل الاجتماعي، وفي وايد دراسات بينت أن قطع هذا التواصل الاجتماعي يؤثر مو بس على نفسية الفرد وإنما على الصحة الجسدية للفرد
الفرد أيضا. فطبعا لما نشيل هذه العامل الاجتماعي بسبب العزل الضروري بسبب البقاء في البيت إلى آخره، هذا شيء أكيد راح يؤثر على النفسية. فمهم جدا حق أي فرد سواء كان يعني يطبق عليه نظام العزل أو قاعد في البيت، إنه يعني يتم تواصل اجتماعيا مع أقارب مع أصدقاء عن طريق وسائل التواصل الفيرتشوال مثل يعني التليفون السكايب إلى آخره، يعني لأن هذا التواصل مهم جدا مثل ما قلت، مو بس للصحة النفسية وإنما أيضا حق الصحة الجسدية للفرد نفسه ومناعته أيضا. دكتورة خولة، بس لو تشرحي لنا طريقة ابتكار الدواء لعلاج هذا الفيروس، ما هي الطرق المختلفة وليش للحين ما في علاج؟ يعني انت لو عندك شرح مبسط انا سمعته لك في وسائل التواصل الاجتماعي، اذا تشرحينه للمشاهدين اعتقد راح يكون مفيد. اي نعم دكتور جمال، الفيروس طبعا ما في هناك أدوية تقتل او قاتلة للفيروس مباشرة مثل البكتيريا. الأدوية اللي تقضي على الفيروس او أدوية يسمونها ضد الفيروس عادة توقف عملية استغلال الفيروس لخلايا جسم الإنسان. طبعا الفيروس بطبيعته اذا حطيته على الاسطوح ما يقدر يتكاثر، اذا كان في الهواء ما قاعد يتكاثر، يحتاج خلايا حيوية منها خلايا الإنسان علشان يتكاثر الفيروس ويكثر ومثل ما تقول يسبب التهابات. فطريقة طبعا الفيروس شلون يهاجم خلايا الإنسان، طبعا هو عنده ريسبترز أو عنده مفاتيح معينة على السطح مالي يستغلها علشان يدخل خلايا البشر، وبعدين في داخل خلايا البشر يستخدم المصانع الموجودة بالخلية نفسها علشان يتكاثر. بعد ما يتكاثر ويكون كمية عالية من الفيروسات المماثلة له يخرج من هذه الخلية البشرية، وطبعا خروجه من الخلية البشرية يؤدي بحد ذاته إلى تدمير هذه الخلية، ثم ينتقل إلى الخلايا الأخرى وهكذا. فطبعا آلية أي دواء ضد الفيروس لازم تشتغل على منع الفيروس من استغلال الخلية البشرية، يعني يا تمنع الفيروس من أنه يدخل الخلية، أو أنه تمنع الفيروس من أنه يستغل مصانع الخلية، أو أنه تمنع الفيروس من أنه يطلع برا الخلية ويهاجم خلايا أخرى. طبعا الصعوبة تكمن في شنو؟ الصعوبة تكمن أنه طبعا إحنا علشان نمنع الفيروس من أنه يدش في خلال بوابة من بوابات الخلية معناته لازم نسكر هذه البوابة. إذا سكرنا هذه البوابة بتصير مشاكل، لأن بوابات الخلية كل واحدة منها لها وظيفة حيوية علشان استمرارية حياة الخلية. ونفس الشيء ينطبق على تسكير مصانع الخلية، تسكير آلية تصدير الفيروسات من الخلية. يعني ما نقدر نسوي شيء إلا راح نأثر على الخلية نفسها. فلازم الابتكار يكون دواء جدا 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 يعني يستهدف مثل ما تقول مفتاح خاص بالفيروس بحيث انه ما يؤذي الخلية. طيب دكتورة خولة، قبل بس ما انهي معاك ارجع مرة ثانية الى موضوع السكرية، واحدة من النصائح اللي دائما نسمعها خصوصا طبعا لكل انسان لكن بشكل خاص ومحدد لمرضى السكري، بضرورة مزاولة الرياضة، ضروري جدا جدا لمريض السكري ان يزاول الرياضة باستمرار. الان في ظل الوضع الاستثنائي اللي قاعدين نعيشه، كثير من الدول، أغلب الدول، أتكلم على الأقل على مستوى الكويت، أغلقت النوادي الصحية، وبالتالي وهناك فترات لا يسمح أيضا فيها في الخروج خارج المنزل بسبب حظر التجول، والآن الجو قاعد تشوفينه في منطقة الخليج بكل تأكيد جو حار. كيف ممكن نستغل الوضع الاستثنائي الحالي في استمرار مزاولتنا للرياضة وتحديدا لمرضى السكري؟ اي نعم اخوي، نقطة مهمة جدا. طبعا الرياضة تضبط السكري خاصة بعد الاكل، يعني الواحد يمشي بعد الاكل هذا شيء وايد يساعد في تضبيط السكر عنده. في الوقت الحالي طبعا انا كل المرضى اللي ما زلت اشوفهم بالعيادة انصحهم انه يستمرون بمزاولة الرياضة في البيت. اذا الواحد عنده حوش مثل ما احنا نقول في البحرين، يدور في الحوش، يمشي على الاقل ربع ثلث ساعة باليوم. إذا الشخص يعني عنده استعدادية إنه يبطل اليوتيوب، ترى فيه هناك العديد من الفيديوهات التعليمية
يوتيوب ممكن الواحد يشاهدها علشان ومثل ما تقول يتعلم بعض الرياضات المنزلية. ففي الوقت الحالي يعني المصادر المتوفرة علشان الواحد يقدر يعرف شلون يمارس الرياضة بالمنزل بالمصادر المتوفرة بالمنزل، مو لازم يعني سبيشال اكويبمنت او اجهزة خاصة، متوفرة وايد في مواقع اليوتيوب. لكن انت تأكدين على ضرورة مزاولة الرياضة وعدم تركها حتى في ظل هذا الظرف الاستثنائي؟ طيب. نعم أكيد أكيد. نعم. أستاذ إيه. استشارية غدد الصماء والسكري والأستاذ المساعد في الجامعة الإيرلندية في مملكة البحرين الدكتورة خولة فؤاد، كنا سعيدين معك اليوم في بهذا الاستضافة، كل الشكر لك. وأنا أسعد، شكرا شكرا جزيلا على الاستضافة. طيب دكتور، احنا اليوم كان سلطنا الضوء اكثر على مرضى السكري من خلال استضافتنا للدكتورة خولة من البحرين، وتعرفنا ايضا من خلالها على بعض الاجراءات اللي قاعدة تصير في مملكة البحرين الشقيقة. راح نعرف اكثر ايش قاعد يصير، وراح نركز اكثر على مجالات اخرى ان شاء الله في دول مجلس التعاون، لكن ان شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله. بإذن الله تعالى. الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام، باكر إن شاء الله يتجدد موعدنا معكم في تحت المجهر على القبس. نشوفكم على خير، في أمان الله.